السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله هذا نقترح عليكم مائدة شرب الشاي يعني صلاة التراويح اتمنى ان شاء الله عجبكم هاد الشيوات وكن بارك لكم هاد الشهر اللهم اهله علينا بالامن والايمان وسلامة والاسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن أه وكل عام وانتم بألف خير وتفضلوا معي باش تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله أنا زريعه نوار الشمس شوية ديال الكاوكاو زريعه ديال القرعة شوية ديال اللوز شوية ديال البيستا شوية ديال البندق يعني نوازات صافي هادشي كله كيكون شوية محمر غير شي شوية ماشي بزاف وكنقطعو هكدا عشوائيا باش باش هاد البقلاوة هادي تجينا مقرمشة من بعد ما قطعت كل شيء غنضيف معلقه ديال شويه ديال القرفه كتبقى على حسب الذوق الا كتعجبكم وغادي نضيف هنايا شويه ديال العسل تقريبا معلقه ونصف ديال العسل الحر ولا ممكن تعويضو بملعقه ديال السكر الاسمر صافي غدا نوضع هاد الخليط على جنب وهنايا يعني عندي الورقة ديال الفيلو غناخد زوج ديال الورقات وما تبقى غنحتفظ بهم في منديل باش ما يتنشفش لينا الورقة هنا كنسرح هاد زوج ديال الورقات كندهنهم شوية ديال الزبدة وكنتنيهم بهاد الطريقة اللي كتشوفوا معايا باش كنمتن شوية باش ما ليا لي الحشوة وهنا استعملت هذيك القصيبة اللي غلفتها بالبلاستيك الغذائي باش كتسهل عليا مني كان نزول هاد هاد البقلاوة صافي كيف ما كتلاحظوا معايا كنكمشها واحد شوية باش كتعطي واحد المنظر جميل وكنجيب هنايا الصينية اللي غنستعمل كيف ما كتلاحظوا معايا صافي وغدا نمروا دابا باش نحضروا الشكل الثاني اللي هو سهل جدا كناخذ ورقه واحده كنتنيها كيف ما كتشوفوا على زوج من بعد على أربعة كنقطعها من ز... من جناب باش كيتجينا باش كيتبان هذاك التوراق ديالها وكنقطعها دابا على أربعة يعني كل ورقه ديال الفيلو كتخرج لينا أربعة ديال الحبات صافي كنحشوها بالحشوه ديالنا وكنثبتها غير بيديا على شكل كموسات ما نحتاج نضيف لا بيض لا والو لان عرفتوا الورقه ديال الفيلو كتلصق بوحدها في الفران من بعد غدا نقطع هذوك البقلاوه ديالي الطريقه اللي كتشوفوا معايا وغندهنهم بالزبده اللي كنكونوا مزولين منها الحليب حاولوا ما امكن اننا نسقيوها مزيان بالزبده باش تجينا مقرمشه في الفران كنكونوا سخنا الفران درجه ديال الحراره ديالو تكون 180 دابا صافي هو طابت لينا البقلاوه ديالنا من بعد غدا نسقيها بالعسل وكنخليها تشرب مزيان هاد العسل عاده باش كنزولها من بعد ما شربات مزيان هاد العسل هنا غدا نزينها انا بزريعه ديال القرعه وممكن نزينوها بالبيستاش ممكن نزينوها باش ما بغيتو انا غير باش تكال ليا هاد الزريعه كنحاول نضيفها في كل شيء لان فيها السيلينيوم والسيلينيوم كتعرفوا ما كاينش بزاف في في, في الاكل ديالنا ما كيتواجدش بزاف ديال في الاكل ديالنا داكشي باش كنحاول ما امكن انني نضيف هاد الحبوب هادي فبزاف ديال الحوايج وهنا شكل ثاني بنفس الطريقه حلوه بسيطه جدا كتحضر بسرعه هي دابا وجدات ليا نحاولوا ما امكن ما نحضروش كميه كبيره لان دغيا كتوجد دابا ندوزو الحلوة الثانية اللي هي سهلة جدا نقدر نقولو كيكا ما عرفتش كيفاش غنسميها آه سهلة جدا وكتجي لذيذة بزاف المذاق الوليدات تقدروا ديروا ليهم اي حاجة فيها ما كيحسوش بها وكتعجبهم هنا عندي الشوكولات مذوب عندي 440 غرام ديال الشوكولات والتمر عندي 600 غرام اللي تقدروا تفوروه وتعجنوه غير بالفرشيت يعني بلاش ما صافي كنخلطوا هاد الخليطين بجوج كنضيفوا ليهم قبل ما نخلطوهم باش نخلطو كل شيء في مره نحاولوا نسرعوا شويه هنا عندي الكاوكاو وعندي اللوز عندي الفست الفستق عندي البندق كذلك الكاجو يعني داكشي اللي توفرتو عليه هنا عندي حبوب الشيا عندي زرعه الكتان زنجلان زرعه الكتان اللي بيضه حتى هي أه كتضيفوا داكشي اللي تواجد عندكم في المطبخ يعني هاد الحلوه شي مرات كنحضرها غير بالكاوكاو يعني كاوكاو ولا غيب باللوز هنا عندي الاضافه اللي ضفت ليها جديده اللي وليت كنستعملها دابا في المطبخ ديالي هي ايلان ايلان محمر في الفران وهنا كيف ما كتشوفوا انا ضفت كيف العاده زرعت القرعه وزرعت حبوب زرعه ديال نوار الشمس وهنا ضفت هاد كامبيرج وهادشي تقدروا تعوضوه بالزبيب يعني عرفت بان هذا الشيء قليل اللي كيستعملوا نقدروا نعوضوا هاد الزبيب ولا نستغناو بالمره يعني ما نصعبش عليكم الامور نقدروا نستعملوا غير التمر فقط و... وشوكولات ومن بعد الاضافات داك الشيء اللي تواجد عندكم في المطبخ صافي كنخلطوا هاد الخليط آه مزيان الا كان عندكم وقت انا آه كنت مشيت قديت حاجه اخرى ملي رجعت لقيت آه التكاتف ليا وجاني صعيب باش نضيفو في في المول يعني الا كيجيكم ساهل كيكون باقي الشكلاط جاري وكيجينا ساهل في الخدمه كنضيف ليه هنايا زبده الكاوكاو هذه حتى كتبقى اختياريه يعني الا توفرتوا عليها شحال هذه كنت كنضيف الزبده يعني الزبده عاديه دابا كنحاول ما امكن أن ننقص من الدهنيات كنحاول نستعمل دهنية طبيعيه هنا هذه زبده الكاوكاو ولا الفول السوداني اللي استعملت المرة اللي فاتت في الفيديو السابق تقريبا شي ثلاثة ديال المعالق كبار اللي ضفت صافي وكنخلط هذا الخليط مزيان وكنضيفه في في المول المول اي اي حجم بغيتو نقدروا نديرو حتى المول اللي يكون يعني داير ولا هي في الكاغي اللي كيكون مربع كتجي افضل لان هذه واخا كنوضعوها في الثلاجه كتبقى رطيبه هذه الحلوه صافي كنخلطو مزيان كيف, ضيفوها كيف ما قلت لكم وكنضيفوها المول ديالنا كيف ما شفتو أنتم هي ولات قاصحه هاد الحليوه هادي نقدروا حتى نحضروا بها كويرات كويرات ونديروهم في الكيسات صافي كنملسوها كنملسوها بهاد السباتول آه، نملسو ليها السطح ديالها صافي ومن بعد غدا نجيب نزينها بحبوب اللي كانت اللي توفرتو عليها كيفما العاده اول حاجه غنضيف انا هي الا اللي حمرته في الفرن آه، كيجي كتجي كي فيه واحد القرمشه زوينه هاد الا هذا راه كيجي زوين حتى ملي كنضيفوه في الخبز من الفوق ونقدروا نضيفوه حتى على شكل حبوب لداخل في الخبز آه صافي مهم, مهم غدا نضيف داكشي اللي قدامي اللي لقيتو قدامي غدا نضيفو من الفوق باش نزين ليها السطح ديالها شوية ديال اللوز مهرمش زريعه الكتان لا ماشي زريعه الكتان زرعة القرعة وزريعه نوار الشمس من بعد غنثبت هاد هاد الحبوب كاملة بيدية باش كيلصقو تماما نقدروا نوضعوا آه يعني آه الفيلم اليمونتير ولا آه بابي كويسون من الفوق اللي هو ورق الطهي من الفوق عاد باش نوضعوا ايدينا صافي دابا غدا وضعتها في الثلاجه خليتها غير ساعه لان نظرا للتصوير ما خليتهاش بزاف يعني ممكن تخليوها ليله كامله باش كتقبض في راسها مزيان آه كنقطع عليها الجوانب ديالها وهذوك الجوانب اللي كنقطع باش كنقادها نقدر آه غنحضر بهم كويرات يعني على شكل تخوف حتى من في اخر فيديو غدا تشوفوهم ان شاء الله صافي آه قطعتها مربعات كيف ما كتلاحظوا معايا الا شري يعني لا حتى استطعتوا تشريو الشوكولا من نوع جيد راه كتجي صحيه هذه الحليوه اوكي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال المائدة شرب الشاي وبالنسبة بالنسبة للوصفات الأخرى راني فايتة نزلتهم على القناة أشياء اللي هي بسيطة ولكن في نفس الوقت يعني كتفرح الوليدات خاصة في هذا الشهر الكريم هو ماشي شهر ديال الماكلة ولكن كنحاولوا ما أمكن أننا نفرح الوليدات الصغار يعني تالك أن احنا الكبار ما كان قدروش ناكلوا بزاف وما ما شاء الله اليوم يعني كي الفكر ديالهم وكي يتحركو بزاف يعني ما فيها باس لنفرحوهم لان كيعجبهم هادشي هادشي الحلو آه غير نحاولوا ما امكن اننا نستعملوا مواد طبيعيه يعني باش نشجعوهم حتى على الصلاه يعني صليو خاصه حنا اللي ساكنين في الغربه ما عندناش بزاف الجو ديال رمضان ولكن نحاولو ما امكن اننا نخلقوا لهم واحد الجو في البيت باش يحسوا بالفرق ويعجبهم الحال ويفتخروا بالدين ديالهم وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم خليو لي الافكار ديالكم والاراء ديالكم والفيديوهات اللي بغيتو يكونوا ان شاء الله في هذا الشهر الكريم وتقبل الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والى وصفه جديده ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه